يظهر لي انتم في افتتاح مهرجان بوغارنين؟ الحضرة أول مرة. الحضرة أول مرة. عندكم فكرة على مهرجان الجمهور بوغارنين كيفاش؟ شنو تعرفوا عليه؟ مهرجان بوغارنين مهرجان حمل المثال المعروف، سمية وياسام الكلية وفنان وجمهور راقي زاد على الآخر. نعرف من قبل، شاركت عدة حفلات وإن شاء الله عرض عرض ناجح. الحضرة وانا فيها فهمت من ديسمبر 9 و... استغفر الله، من ديسمبر 91 من ديسمبر 91. ليلى شنو باش سمعنا السي الهادي في اطار الحضرة ليلى في بوغارنين؟ ما هذه من اللي بدات الحضرة، انا برنامجي عندي حاجة فيها فهمت، انا نوبة نتاع سيدي بوسعيد. Yeah.
المهرجان هذا السنة فيه كل أنماط الموسيقى الممكنة. كيما مثلا الجوسبيل، كيما الريغي، كيما الفن الشعبي التونسي، كيما أبرزهم شكون؟ عنا بوغنا، عنا شيرني، عنا تكريم الصالحة. في سياق آخر عنا موسيقى عالمة بين ظفرين اللي هي عرض المجموعة السيمفونية لمدينة تونس لتونس اللي هي تكرم المايسترو أحمد عاشور. كذلك عرض آخر مصري هو إلى روح الموسيقار الراحل عطاي شرارة. كما عرض الاختتام خمرة العشاق اللي شارك فيه اللي هو اللي روضة عبد الله ويشارك فيه زياد غرسة. لو كان باش نقعد نسمي الواحد ما نوفاش علاش، لأن المهرجان هذا هو متواصل يوميا فما عرض. يا ليلى حضرك في الشفت كانت اكسبسيونيل، كان الافتتاح اليوم معناها جو كبير، تفاعل معاه الجمهور بشكل كبير، والحقيقه الليله معناها احتفال كان الحضره كانت في المستوى وراقيه برشا. افتتاح باهي ما قصروش، فهمتني سهريه باهي، اما فما غنيه انا ما سمعتهاش، نمدح الكتاب ما غنواش قعدت بها. لو على الاخر عجبتني ان شاء الله ديما هكا، معناها ان شاء الله ديما ملمومين عميشة وفرحانين. عندكم فكره على البرمجه بالطبيعه؟ اي بيان سور، انا بو شفتها سور فيسبوك، اون بليس انا نسكن هوني بالطبيعه معناها، دونك عندي فكره تدخل عباد اللي بعاد ما يعرفوش، دونك فوالا دور وزاره الثقافه باش تعمل معناتها اشهار وكل. هيا سواغيت عادت مزينه، ما ان شاء الله يكمل فيستيفال كله به. باش تحضر بشويك باولو ذخرة؟ pour le moment حتكش الحضره ما نعرفش الاخرين، بدات فما برشا مسرحيات انتريسونت ما نعرفش. Oh,
يا سيدي قلبي يا مراد.
التي حصلت في سوريا الحبيبة بلد، فأنا أخذت قرار أن لا أغني، قرار شخصي. وبعد ذلك تم الاتصال لأول بلد أنه أنا بحب، علما أجاني عدة عروض فلم أقبل إلا تونس إن كان. وبعدين أنا ما عندي معرفة بمهرجان بوقرنين لأني بعرف سمعان فيه، فالأستاذ نوفل بن عيسى تم الاتصال وتم الحديث وتم اللقاء كله من خلال الهاتف، كله من خلال الهاتف، والحمد لله وافق. إن كان وحيد أو غير وحيد أنا ما بيهمني العدد، نور مهنا معروف، أنا بجي من أجل الشعب التونسي، ما وقصة والله إن شاء. قدوم نور مهنا إلى تونس لتكون فرصة للباقي الجهات. صحيح، أنا وقت اللي جيت لم يتصل فيني أحد، علما أنه أول المبادرين وصار عندهم علم أنه نور مهنا بدأ بالغناء، لأني ما عملنا أي أشياء جديدة بسبب الأحداث، ومش وقت نعمل جديد، يعني ملتهيين بألمنا وزعلنا وقهرنا على أهلنا في سوريا وفي غزة وفي العراق. فلذلك الله يحميهم بقى ويفرج رب العالمين على هالبلاد، والله يحمي تونس. فلذلك تم الاتفاق، ما كان عندي هدف آخر أنه إلا أجي لتونس أطلع أغير. فكان أول مهرجان باستقبالي هو بوقرنين بصراحة.
عن الشعب التونسي وإن ما عملت جديد، أنا بجدد حياتي وروحي وعملي الفني بوجودي في هالبلد. يا جماعة أنتم ما تعرفوا حالكم قديش تونس فيها ما زالت من كل العالم ناس ذويقة، ناس تحب الفن الراقي، تحب الطرب. فأنا مدرستي لن أتخلى عنها، تراثي لن أتخلى عنه، الأغاني الموجودة عندي أغاني كتير، ولكن الإعلام دائما يظهر الأغنية الفيديو كليب، وأنت بتعرف هالشيء، وبقية الكاسيت ما بظهر. هلا اليوم أنا عملت أغنية أغنيتين من الألبومات القديمة اللي ما حدا عارفها، فالناس تجاوبت وصارت تتمايل وانطربت الآلاف. فلذلك جديدي دائما هو شو إلى الشعب التونسي، وشوف الحمد لله الله أكرمنا وانبسطنا وكان الشعب سعيد. طبعا أنا سعادتي لا توصف اليوم، فالحمد لله رب العالمين. بعد إذنك سقفة حلوة لهالمحترم. هاي لو تعرفوا قديش تعني قلبا وقالبا تعيش تونس اللي حملتكم وحملت هذا الرجل المحترم. بدي أقول لكم إني مهرجان بوكارنين السنة حتى لآخر نهار الاختتام يوم 30 أوت قاعدين نقوموا بحملة لجمع تبرعات بفائدة عائلات شهداء الجيش التونسي اللي توفوا بالإثرة الاعتداء عليهم يوم 16 جويلية. نحب الشعب حملنا الكل يساهم، وهذه فرصة كي تبدأوا خارجين بطبيعة الحال مستوى حتى للأخ نور مهنا. أنا متبرع شيخنا طلبكم. أنا واجب علي أن أكون بين أهلي وإخواني وشهدائنا وحتى الشهداء اللي خلف هذا المسرح، أخوتنا الفلسطينيين الله يرحمهم. واجب علينا أن نكون مساهمين، وهي اسمها نوع من الصدقة والزكاة الجارية على كل مسلم. إذن نحب نبرهنوا اللي احنا الشعب والمواطنين وقوات الامن والجيش كلنا عائله واحده، ومصيبتنا واحده وفرحتنا واحده، والعمل عليكم وعلى ربي. شكرا يا حبيبي. We'll be right back.
غزة ألمنا، غزة ألمنا من 60 عام وليس هذا العام. الله يفرج عنه، الله يفك أسره، والله يفرج عن أهلنا في سوريا وعن العراق، والله يحمي بلدكم كمان تونس. هل في رسالة من نور محمد الشعب التونسي؟ ما في أي ظروف عندكم صعبة إن شاء الله بإذن الله. ظروف صعبة الوطن العربي، ما أنا بحب تونس وبس. زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة، زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي. ينسى المسيء المفتر والمحسن، لكنه مهما سنى هيهات ينسى سوريا والمحسن، لكنه مهما سلف هيهات هيهات ينسى حلب الغالية. زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكن، المرء قد ينسى المسيء المفتر والمحسن، لكنه مهما سلى هيهات ينسى تونس الغالي. صبحته عند المساء فقال لي أتزري بقدري أم تريد مزاحا؟ صبحته عند المساء فقال لي أتزري بقدري أم تريد مزاحا؟
وجدته بل نور وجهك غرني فأجبته بل نور وجهك غرني حتى تخيلت المساء صباحا.